بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع السابقين. وزي ما بنقول كل مرة بنقول مع السابقين، مش اللي فاتوا ولا اللي جايين، مع كل عصر سابقون في عهد النبي، سابقون في عهد التابعين، سابقون في عهدنا، سابقون من بعدنا، سابقون في كل عصر وزمان. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صلى الله عز وجل ان يجعلنا منهم. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت، النهارده الحلقه رقم 8، اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت، في اخر الحلقه اتكلمنا عن دور الشباب وعلو همه الشباب، وقلنا اول مثل هنضرب به مثال للشباب في علو الهمه جعفر ابن ابي طالب، اما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ان لما زاد اضطهاد المشركين للمسلمين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يهاجروا إلى بلاد الحبشة، قال فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. خد بالك، فراحوا هاجروا إلى بلاد الحبشة. المشركين بعتوا وراهم اثنين كان لسه يعني ما كانش لسه أسلموا، اللي هو عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص. عمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة دخلوا على النجاشي وخدوا له بعض الهدايا من الجلود وغير ذلك، وطلبوا منه ان هم يسلم لهم ايه الصحابه دولت عشان يرجعوهم الى مكه. طبعا لو رجعوهم مكه تعذيب وقتل، وكانوا يعني هيدمروهم يعني. فالمهم قدر ربنا سبحانه وتعالى ان النجاشي فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملك لا يظلم عنده احد. فقال لا، زي ما سمعت منكم لازم اسمع منهم. فكان دور جعفر ابن ابي طالب المتحدث الرسمي عن الوفد الاسلامي، فهو اللي هيتكلم. مطلوب منك او مطلوب من جعفر بن ابي طالب، وانت لو كنت مكانه في خلال دقيقتين ثلاثة قدام ملك من ملوك الدنيا، ان انت تعرفه بكل حاجة عن الاسلام، هتقول له ايه؟ دخل جعفر بن ابي طالب وكان في غاية الذكاء، دخل كلمه في ثلاث دقائق من خلال خمس محاور. المحور الاولاني بدأ يعرفه بمساوئ الجاهلية. ايها الملك، احنا كنا قوما نقطع الجوار ونسيء الرحم، نسيء الجوار ونقطع الرحم، ويقتل القوي من الضعيف، ونفعل كذا، ونشرب الخمر ونزني ونفعل يعني. واختار له حاجات ما يختلفش عليها اثنين عقلاء، مش هقول متدينين، انه ما جابلوش مسائل فيها خلافات، ما قالوش احنا بنعمل كذا وكذا دي فيها خلاف، لا لا لا، ذكر له حاجات ما يختلفش عليها اثنين عقلاء، وده من ذكائه. فعرفه، قال لي دي العيش اللي احنا كنا عايشينها. وبعد كده راح معرفه بصاحب الدعوه صلى الله عليه وسلم، فجاءنا رجل منا نعرف نسبه وصدقه وامانته، فدعانا الى الله عز وجل لنعبده ونوحده. احنا ما طلبش مننا حاجه وحشه، طلب مننا ان احنا نفعل كذا وكذا وكذا، واخد بالك. وبعد كده بدا يعرفه بمنهج الدعوه، بالشريعه اللي جاي بها النبي عليه السلام. قال فامرنا بالصدق والامانه والوفاء ومش عارف ايه وصله الرحم وحسن الجوار والكلام ده كله، يعني ما طلبش مننا حاجه وحشه خالص بالمره. ثم بعد ذلك ذكر بعد ذلك الظلم اللي هم شافوه من كفار قريش عشان يعني يصعبوا على النجاشي. فقال له فلما فعلنا كذا واسلمنا لله جل وعلا قاموا علينا فظلمونا وقهرونا وعذبونا وفعلوا فعلوا، عشان ايه؟ يستجلب ايه؟ يعني العطف والحنان من قلب ايه؟ النجاشي. بعدها على طول راح ختمها بايه؟ شوف الذكاء، ختمها بقى فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا الى فلان فانه ملك لا يظلم عنده احد. فعلمنا اننا لن نظلم عندك، خلاص. فاثنى عليه. الخمس محاور، عرفوا مساوئ الجاهليه، عرفوا بصاحب الدعوه النبي عليه السلام، عرفوا بمنهج صاحب الدعوه صلى الله عليه وسلم اللي هو بالاسلام نفسه، عرفوا بعد كده بالظلم اللي شافوه من قريش، بعد كده قال له واحنا جينا عندك لان انت ملك لا يظلم عندك احد. ما كان من النجاشي الا انه طلب ان يسمع شيء من القران، فسيدنا جعفر بن ابي طالب بدا يسمع ايات من سوره مريم، فلما سمعها بكى النجاشي حتى اخضلت لحيته. وطلب من عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعه ان هو ينصرفوا وان هو مش هيسلمهم ليه خالص بفضل الله سبحانه وتعالى. وغرس جعفر بن ابي طالب في بلاد الحبشه شجره او بذره للاسلام لا تنزع ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى. كل ده خلال قد ايه يا جماعه؟ كل ده خلال دقيقتين او ثلاثه. شفت قد ايه همته عاليه ازاي؟ شفت قد ايه؟ وبعد ذلك اسلم النجاشي، بل ولما مات بعد ذلك يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قام وقال للصحابه لقد مات النجاشي، وامرهم ان يقوموا ويصلوا عليه صلاه الغائب، صلاه الجنازه. وقام النبي عليه الصلاه والسلام وكبر اربع تكبيرات، والصحابه خلف النبي صلى الله عليه وسلم يكبرون. تعالوا نشوف يعني برضه مثل ثاني لعلو الهمه عند شباب المسلمين، شباب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
ودي قصة الحقيقة يعني تؤثر جدا في النفس، وأنا بحب أتكلم فيها جدا جدا، اللي هي قصة مصعب ابن عمير، أول سفير للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا لما أقول لك كلمة أول سفير للدعوة، أنا عايز يعني الغيرة تتحرك في قلبك وتتحرك في قلبك، والهمة تشتغل أكتر، يعني ونبتدي بقى نفكر إيه اللي هنقدمه للإسلام. يعني إذا كان مصعب ابن عمير رضي الله عنه أول سفير للدعوة في المدينة المنورة، ما تسأل نفسك طب ما أكون أنا أول سفير للدعوة في منطقتي، في الشارع بتاعي، في العمارة اللي أنا فيها، لعل وعسى ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين صلى الله عليه وسلم يقول يعني كما عند الترمذي بسند صحيح، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. شوف كلمات النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، شوف قد ايه، من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، بلغوا عني ولو آية بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فالمهم مصعب بن عمير كان الكلام ده يا جماعة بعد بيعة العقبة الأولى. انتوا عارفين ان الكفار لما رفض دعوة النبي عليه السلام، النبي عليه السلام بدأ يبحث عن أي مجال أو مكان يدعو فيه إلى الله سبحانه وتعالى، أي تربة أخرى تقبل بذرة التوحيد، بدأ بعدما رفض أهل مكة هذه البذرة الطيبة المباركة. فالنبي عليه السلام في موسم من مواسم الحج، خد بالك من الموضوع من أوله، يعني في موسم من مواسم الحج النبي عليه السلام قابل ستة من أهل المدينة، من أهل يثرب اللي هم بعد ذلك سموا بالأنصار. فقابل الستة، ستة من الشباب، دخل عليهم كلمهم وذكرهم بالله وقرأ بعض الآيات وكلمهم، فما كان لأصحاب الفطر النقية أن تتأخر أبدا عن خير تدعى إليه. الستة أسلموا في ساعتها، أخبر ده قريش اللي عارفة صدق النبي وأمنته وكانوا يقولون عنه إنه الصادق الأمين، ما أسلمتش في خلال شوف كم سنة، ودولت مجرد ما سمعوه صلى الله عليه وسلم، مجرد ما سمعوه أسلموا في ساعتها ورجعوا المدينة. فدعوا قومهم فأسلم سبعة معاهم، جم السبعة دولت السنة اللي بعدها ومعاهم خمسة من الستة اللي أسلموا في الأول، بقوا كام؟ بقوا 12. فجم راحوا بايعين، راحوا مبايعين النبي عليه السلام بيعة العقبة الأولى، دي اسمها بيعة العقبة إيه؟ الأولى. بعد بيعة العقبة الأولى مباشرة النبي عليه السلام حس، الله طب ده المسألة ده كانوا السنة اللي فاتت ستة، المرة دي 12 وكان منهم واحد كمان اتأخر، يبقى كده بقى 13، خد بالك، يبقى معنى كده ان في الاسلام ابتدى ينتشر فين؟ في المدينه. لا يبقى لازم نبعت لهم حد عشان يعلمهم الكتاب والسنه، عشان مش معقول يبقوا ايه مسلمين وما عندهمش علم بالدين. فعلى طول من باب بقى ايه اطرق على الحديد وهو سخن، وهو سخن، راح بعت معاهم مصعب ابن عمير. مصعب ابن عمير ده فتى مكه المدلل، ده كان يمشي في طريق وهو حاطط عطر، كانت امه تجيب له اغلى انواع العطور من اليمن ومن الشام والملابس، حاجات يعني ارقى اشياء، حتى انه كان يعدي من الطريق، لو انت عديت من الطريق نفسه بعدها بعشر دقائق بربع ساعة تعرف من الريحة ان مصعب بن عمير كان لسه معدي. شفت خير درجة ايه؟ ورغم ذلك لما اسلم حبسته امه وحرمته من كل ثروتها، فهرب منها ورضي بالاسلام وترك كل ثروة امه وعاش في فقر شديد، حتى انه لما قتل في غزوة احد رضي الله عنه وارضاه كان عليه نمرة يغطون رجليه فتبدو رأسه، يغطون رأسه فتبدو رجلاه، يعني غطوا رأسه وخبوا بقى رجليه، غطوها بإيه؟ بشيء من الحشيش من الإذخر. سبحان الله، ده مصعب بن عمير. فمصعب بن عمير ترك كل هذا لله سبحانه وتعالى وسافر إلى المدينة المنورة كأول سفير للدعوة إلى الله في المدينة المنورة. خد بالك بقى عمل إيه؟ نزل ضيف على واحد اسمه أسعد ابن زرارة. احفظ معايا الأسماء ديت، احنا عايزين نحفظ أسماء الصحابة كأنهم يعني أهالينا، بل أغلى من أهالينا، عشان لما نلقاهم يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نزل ضيف على أسعد بن زرارة، بقى طول النهار قاعدين قدام بيت أسعد بن زرارة، أي حد معدي يمين شمال يجيبوه، تعالى جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بكذا وعلمنا كذا، ويقرأ عليه شيء من القرآن وشيء من السنة. فأسلم عدد كبير من أهل المدينة على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. مين اللي سمع بقى بالكلام ده؟ خد بالك بقى من الحتة العالية الجميلة دي، مين اللي سمع بالكلام ده؟ اتنين من سادة يثرب، اللي هما مين؟ سعد بن معاذ وأسيد ابن الحضير. عايزك تحفظ معايا الأسماء دي. سعد بن معاذ كان الرتبة بتاعته ومكانته بين قومه كانت أعلى من أسيد بن الحضير،
فرح منادي على أسيد بن حضير، وخد بالك بقى من الحته الطريفه، اسعد بن الزراره اللي قاعد مع مصعب بن عمير قدام بيته ده يبقى ابن خالد سعد بن معاذ. عايده تاني، مصعب بن عمير قاعد مع سعد بن الزراره، مع اسعد بن الزراره. اسعد بن الزراره ده اللي هو مسلم صحابي جليل اللي هو قاعد مع مصعب ده، ده اصلا هو طبعا من اهل المدينه، اصلا هو ابن خالد سعد بن معاذ. فسعد بن معاذ راح جايب اسيد بن حضير قال له روح للراجل ده اللي هو مصعب بن عمير وقول له يروح يعمل يدعو في اي مكان تاني، ما يدعوش هنا والا هنقتله. فاسيد بن حضير سمع كلامه وراح واخد الحرب بتاعته وراح جاري على مين؟ على مصعب بن عمير واسعد بن زرار. اول ما وصل ماسك الحربه راح مركزها في الارض وكلمه كلام خشن جدا، قال ما الذي جاء بك الى هنا تسفه احلامنا وتسب الهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتزلنا ان كنت في حاجه الى نفسك والا فاعتبر نفسك مقتولا. ظن التهديد واضح جدا يعني. لو انت بقى مكان سيدنا مصعب تعمل ايه؟ انت تقتلنا انا؟ انت تضعفش انا منين ولا ابن مين ولا شاف ايه؟ طب قول له، تقول له يا اسعد قول له عرفه بس انا مين؟ واخد بالك؟ انما لا ما خدهاش حميه. فبكل ادب، بالادب الذي تعلمه على يد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يشوف الكلمات الهاديه، قال او تجلس فتسمع فان رضيت امرنا قبلت والا كففنا عنك ما تكره. طب اقعد بس يعني، طب اسمع بس احنا بنقول ايه، واذا كان الكلام يوافقك خير، ما وافقكش احنا اسفين على الازعاج، واخد بالك، ناسف للازعاج. فالمهم فالراجل كان عاقل يعني، سيد بن حضير راجل عاقل، فقال له لقد انصفت، كلام كده كلام عقل. راح زاح الحربه وقعد، قعد يسمع القران من بين ثنايا مصعب بن عمير. مصعب بن عمير تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس يقرا القران، والقران طالع من يعني تخيل بقى مصعب بن عمير. اسعد بن زراره بيقول وهو شايف بقى عينيه على مين؟ عينيه على اسيد بن حضير، قال والله لقد راينا الاسلام في وجهه قبل ان يسلم. طب والله احنا كنا شايفين الاسلام في وشه قبل ما يقول انا اسلمت. فلما قرا مصعب على اسيد بن حضير قال اسيد ماذا يصنع من يريد ان يدخل في هذا الدين؟ خد بالك كان لسه من دقيقتين جاي ايه؟ جاي عايز يقتله. دلوقتي بيقول له ماذا يصنع من يريد ان يدخل في هذا الدين؟ قال تغتسل وتطهر وتغير ثوبيك ومش عارف ايه، واخد بالك، وتصلي ركعتين وتنطق شهاده الحق وتصلي ركعتين. فعلى طول راح ساعتها اغتسل وتطهر وغير ثيابه وايه، وراح نطق شهاده الحق اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى ركعتين ومشي. الوش نفسه اتغير، ملامح الوش اتغيرت. فاول ما وصل لسعد بن معاذ، سعد بن معاذ قال لك بس سيد بن حضير شديد وروح هناك يكسر الدنيا، وزمانه دلوقتي قتل مصعب، وزمانه جايب لي في ايده اليمين راس مصعب وفي الايد الثانيه راس سعد اسعد بن زراره، ويبقى خلص الموضوع يعني. فلا جاي مبسوط خالص ومنشرح ووشه كده مبتسم، خد بالك. فبص سعد بن معاذ للناس اللي حواليه، لا في حاجه، قال لهم والله لقد جاءكم اسيد بغير الوجه الذي ذهب به. شيء طبيعي، ذهب بوجه الكفر وعاد بوجه الاسلام، والاحسان سمت يجعله الله عز وجل على وجه من يشاء من عباده. فالمهم فدخل اسعد بن زراره، اسيد بن حضير كان قال كلمه حلوه قوي لمصعب، خد بالك بقى، هو الراجل اول ما اسلم على طول ساعتها في لحظتها شال هم الاسلام. قال له والله يا مصعب ان من ورائي رجلا لو اسلم لأسلمت قبيلته كلها. لو تعرف تخليه يسلم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى استعن بالله بس كده واشتغل عليه. فمصعب بن عمير قال له بس ما عليك إلا أن تأتيني به، بس هتقول هنا وربنا يقدرني إن شاء الله أستعين بالله. طب لو أنت مكان أسيد تجيب سعد، أسعد بن معاذ شديد جدا يعني، تجيبه إزاي؟ إذا كان هو عايز يقتله تقول له تعالى اسمعه؟ قعد يفكر في حيلة. أنا قلت لك من خمس دقايق إيه؟ إن أسعد بن زرارة اللي قاعد مع مصعب بن عمير يبقى مين؟ ابن خالد سعد بن معاذ. قال بس هو ده الخيط اللي أنا أبدأ منه. فدخل على سعد بن معاذ قال له يا سعد أنت ما تعرفش إيه اللي حصل؟ قال له إيه اللي حصل؟ قال له ده قبيلة بني حارثة لما عرفت إن أسعد بن زرارة دوت، قبيلة بني حارثة كان في بينهم وبين بين سعد بن معاذ عداوة. قال له لما عرفت إن أسعد بن زرارة ده ابن خالتك راح عشان يقتلوه، إيه الحقه؟ خد بالك؟ عشان إيه يخليه إيه؟ يروح يجري عشان يلحق يروح يسمع مصعب بن عمير. فسعد بن معاذ خدته الحميه، راح واخد الحربه وجاري
عشان بقى يقاتل اي حد هيقتل مين؟ ده ابن خالتي وانا واخويا على ابن عمي، ولا ابن عمي على الغريب والمنطق التعبان ده. المهم يعني ايه، فراح جاري هناك عشان يلحق مين؟ يلحق ابن خالته اسعد بن زراره. فوصل هناك لقى مصعب قاعد واسعد قاعد وقاعدين والحاله زي الفل وقاعدين مبسوطين وما فيش اي مشاكل خالص. فعرف ان اسيد بن الحضير متعمد ان هو يجيبه هنا عشان يسمع، فهم الموضوع يعني. فراح مركز الحرب وقال نفس الكلام اللي قاله اسيد بن الحضير. ما الذي جاء بك الى هنا؟ كان بيكلم مصعب. ما الذي جاء بك الى هنا؟ تسفه احلامنا وتسب الهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتزلنا ان كنت في حاجه الى نفسك، والا فاعتبر نفسك مقتولا. بنفس الهدوء الجميل والادب الرقيق الذي تعلمه على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فرح مصعب قال له: او تجلس فتسمع؟ فان رضيت امرنا قبلته، والا كففنا عنك ما تكره. فبرضه سعد بن معاذ برضه راجل عاقل رغم الشده دي كلها، راجل عاقل. فقال: لقد انصفت. فقعد يسمع القران. اول ما سمع برضه اسعد بن زراره يقول نفس الكلمه، بيقول: والله لقد راينا الاسلام في وجهه قبل ان يسلم. سعد بن معاذ بدا يسمع القران وبدا يبتسم وبدات اسارير الوجه كده يعني تنشرح، وراح قايل لمصعب: ماذا يصنع من يريد ان يدخل في هذا الدين؟ قال: تغتسل وتتطهر وتبدل ثوبيك وتنطق شهادة الحق وتصلي ركعتين. فقام سعد بن معاذ في ساعتها عمل كده واسلم لله جل وعلا. ما قالش بقى الحمد لله ان احنا اسلمنا وربنا انقذنا من نار جهنم، نروح ننام بقى ونرتاح، ابدا. في نفس الليله، طب ما تبدا دعوه من بكره، لا 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 لا، طب استنى بس لما تتعلم شويه، ابدا. من غير ما يتعلم ولا اي حاجه، هو بيدعو لحاجه هو اتعلمها، الشهادتين، الدعوه، ان الناس تبقى موحدين لله سبحانه وتعالى. راح جاري على القبيله بتاعته، القبيله بتاعته اسمها ايه؟ قبيله بني عبد الاشهل. طلع على القبيله وطلع ذكي جدا جدا، خد بالك بقى. انا ممكن اجي اقول لك مثلا انا عايز اعمل كذا وكذا وكذا، وانت مش مقتنع بالموضوع ده. فعشان اقول لك الموضوع دوت، فانت ممكن ما تقتنعش فترفضه من الاول. انما لما اجي اقول لك ايه رايك فيا؟ فتقول لي: ده انت راجل فاضل، ده انت من خيره الناس، ده يا ريت الناس كلها زيك. مثلا ده البد مثلا، مش مقصودش انا، بتكلم عن عموما يعني. ده انت من خيره الناس. فاقول لك: طب ايه رايك بقى؟ انا اخترت ان انا اعمل الموضوع الفلاني. وانت بتقول لي انا من خيره الناس ومن اعقل الناس، تعملوا معايا؟ في الوقت ده تعمل ايه؟ هتوافق، لان انت اللي شهدت على نفسك. هو ده اللي عمله سعد بن معاذ. قال: يا بني عبد الاشهل. فراحوا اجتمعوا كلهم، القبيله كلها. فقال: ماذا تعلموني فيكم؟ ايه رايكم في انا؟ انا عايز اعرف رايكم. قالوا: سيدنا وامامنا واعقلنا وافضلنا رايا وايماننا نقيبه، يعني انت اللي فينا والباقي صلاه. المهم يعني ايه؟ انت احسن واحد فينا كلنا. فقال: فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام ان لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فما بات في تلك الليله رجل ولا امراه ولا شاب ولا فتى إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. يا الله، سبحان الملك، كل دولة يسلموا. لا، خد بالك من حاجة بقى كمان. لسعد بن معاذ كان سبب دخول أكثر أهل المدينة في الإسلام، يعني من أكثر من كان عونا على أن الإسلام ينتشر في المدينة من وراء بعد مصعب بن عمير، كان سعد بن معاذ. شفت همته وصلته لإيه؟ وصلته ان انا مش معقول ان انا اكتفي ان انا بس مسلم، لا، انا لازم كل اللي حواليا دول يسلموا. وابدا من مين؟ وانذر عشيرتك الاقربين. يعني اقرب الناس اليك. ما بقاش النهارده انا داعيه وبيتي خربان، ما بقاش داعيه وزوجتي تعبانه مش ملابسه حجاب، ما بقاش داعيه وبناتي ماشيين عيرانين، ما بقاش داعيه وعيالي ما بيصلوش. لا، وانذر عشيرتك الاقربين، قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. واخد بالك؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف موقف تاني لسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، عشان تعرف قد إيه همته عالية، قد إيه وقد إيه قدم للإسلام خدمات لا تخطر على قلب بشر. الخدمة التانية اللي قدمها سعد بن معاذ كانت إمتى يا جماعة؟ وعيش معايا المعنى الجميل ده. في غزوة بدر. في غزوة بدر يقدر ربنا سبحانه وتعالى إن بعد بيعة العقبة، أو في بيعة العقبة الثانية، كان من ضمن الشروط التي اخذها النبي صلى الله عليه وسلم على الانصار، وكان 72 واحد بايعوه وامرأتان. النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه؟
تبايعون على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعلى كذا من ضمنها، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم وتمنعوني، يعني تحموني مما تمنعون منه أزركم وأموالكم. أزركم كناية عن المرأة، يعني زي ما بتمنعوا نسائكم وتحموا نسائكم وأموالكم تحموني أنا كمان. ده فين؟ جوه المدينة المنورة. طب غزوة بدر فين؟ بره المدينة المنورة. طب هو النبي لو أمر الأنصار يخشوا يجاهدوا في سبيل الله حد يرفض؟ طبعا لا. أمال ليه النبي عليه السلام عايز يعرف رأيهم؟ لسبب، عشان عايزهم يحتسبوا، خد بالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه السلام عدد الجيش كله 300 وشوية، وعدد الكفار 1000 وشوية، يعني ثلاث، يعني الجيش الإسلامي تلت عدد جيش المشركين. فالمسألة صعبة، وده أول جهاد وأول لقاء بين معسكر التوحيد ومعسكر الكفر. والنبي عليه السلام المشكلة الكبيرة إن الجيش كله على بعضه تلت جيش المشركين، والمشكلة الثانية إن عدد الأنصار اللي في جيش المسلمين ضعف عدد المهاجرين. طب يعمل إيه النبي عليه السلام؟ طب أنا خدت العهد على الأنصار يجاهدوا معايا جوه المدينة، ده الموضوع بره المدينة. فالنبي عليه السلام بحياء وأدب الجم قال: أشيروا علي أيها الناس. وركز معايا في الحتة الجميلة دي قوي. قال: أشيروا علي أيها الناس. ففطن لذلك أبو بكر وعمر والمقداد، فتكلموا وأحسنوا، قالوا كلام جميل جدا، يعني معناه أن احنا معاك يا رسول الله ونجاهد ولو حصل إيه وراك ماشي. النبي عليه السلام عايز الأنصار، عايز رأي الأنصار، مع أبو بكر وعمر والمقداد الثلاثة مهاجرين، هو عايز رأي الأنصار. فقال: أشيروا علي أيها الناس. خد بالك بقى، ففطن لذلك صديق الأنصار سعد ابن معاذ. اسمع الكلام الغالي، والله لو معك قلم اكتبه، اسمع الكلام الغالي. قال: لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. قال: أجل. خد بالك بقى سعد عليه. قال: فقد آمنا بك فصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض لما أراك الله يا رسول الله، فوالله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسير بنا على بركة الله يا رسول الله. في الرواية الثانية قال سعد بن معاذ: يا رسول الله، لكأنك ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار، فاضع عن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الحسنيين، فوالله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكان هذا. هنا يتقتل أبو جهل، هنا يتقتل أبو جهل، هنا يتقتل فلان، يبقى يتقتل فلان. يا سبحان الله. الموقف الثالث لسعد بن معاذ في بني قريظة، يوم ما حصلت خيانة يهود بني قريظة للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب، وطبعا كان 10,000 مشرك محوطين المدينة، فبني الخندق بناء على المشورة الجميلة التي قالها سلمان الفارسي للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمشركين مش لاقين أي مكان يخش منه إلا من خلال بقى الأبواب الخلفية اللي هي عن طريق يهود بني قريظة. راح قدروا يلعبوا لعبه كده واقنعوا يهود بني قريظه انهم يفتحوا لهم الابواب، وبالفعل حصلت الخيانه وفطن لها النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله ربنا قدر ان جاءت النصره واجلي هذا الجيش عن المدينه المنوره. فحب النبي يصفح حساباته مع يهود بني قريظه، لان كان في عهد ما بينهم، يا اما اي جيش يغزو المدينه يا تقفوا معانا ونقاتلهم مع بعض، يا اما تخليكم على الحياد سيبونا احنا والجيش بقى الاعداء دولت نقاتلهم، بس انتوا ما تخوناش، ما بقاش في فخانتهم ايه اليهود. حب النبي يصفح حساباته مع يهود بني قريظه. خد بالك بقى، سعد بن معاذ كان صديق حبيب جدا وحميم ليهود بني قريظه قبل الاسلام، فبعد الاسلام بقى مفصله بين الكفر وبين ايه الاسلام وبين الحق والباطل، ولاء وبراء. فجه استشاره ننزل على حكم مين، فقال ننزل، قال له ننزل على حكم سعد بن معاذ. نبي عليه السلام نادى على سعد بن معاذ: تعالى يا سعد احكم فيهم يا سعد. هيحكم في مين؟ في يهود بني قريظه. فقال: احكم فيهم يا رسول الله. قال: احكم فيهم يا سعد. فقال: فاني احكم فيهم يا رسول. خد بالك هو داخل بقى يهود بني قريظه، اول ما شافوه استبشروا،
قالوا يا ابا عمرو حلفائك وندمائك بقى ما تنساش القعدات الحلوه اللي كنا بنقعدها زمان، فاحنا حبايبك يعني. فقال لقد ان لسعد بن معاذ ان يقول كلمه الحق لا يخشى في الله لومه لائم، يا رسول الله اني احكم فيهم ان تقتل مقاتلتهم وان تسبى نساؤهم وذراريهم وان تقصب اموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. في اللحظه دي ايه اللي حصل؟ حصلت المفاجأة الجميلة العجيبة لسعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، صاحب الهمة العالية اللي قدم خدمات عظيمة للإسلام. يأتي جبريل عليه السلام كما في البخاري ومسلم ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن عرش مالك الملك وملك الملوك اهتز لموت سعد بن معاذ، أي اهتز فرحا بقدوم روح سعد، كما فصل ذلك الإمام النووي. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. اهتز إزاي وإيه اللي حصل بالظبط؟ ده اللي هنفسره في الحلقة اللي جاية، لأن مش هلحق أختم الحكاية الجميلة دي لسعد بن معاذ. إن شاء الله انتظرونا غدا إن شاء الله نكمل مع بعض إيه اللي حصل لسعد بن معاذ، فكن من السابقين. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا